تبع التعليمات والإجراءات التي أعطيت لتم إلغاء جميع التظاهرات الثقافية والفنية في كل من إقليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم. وكان هذا القرار هو قرار احتراسي، قرار يجب الأخذ به لحماية المواطنين والمواطنات من الوباء ديال هذا الوباء اللي الآن كل شيء كيعرفوه، اللي احنا من طبيعتنا يجب أن نعمل على تحسيس بهذا المرض الذي ينتشر، الذي قوته في طريقة انتشاره وسرعة انتشاره. فهو على ما نعلم أنه فيروس عادي يعني، ولكن طريقة الانتشار والقوة ديال الانتشار ديالو هي اللي كتأثر على المواطنين، وخصوصا المواطنين اللي هما اللي يعانون من بعض الأمراض المزمنة. هذا لا يعني أنه يجب الحرص والحماية من هذا الوباء بتتبع تعليمات اللجنة الطبية اللي هي كتوضح، واللي هي كنشوفوها على وسائل الاتصال وسائل الإعلام، اللي كتوضح طريقة الوقاية والحفاظ من هذا الوباء. ومن هذا المنبر ومن منبر أخبار الفجر أدعو جميع المواطنين كأولا كممثل للثقافة، وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة كمسؤول، وكذلك مواطن مغربي يحب بلده ويحب كذلك بناء هذا البلد الكريم. الله يحفظه، واللي كنتمناو ان الله يحفظه، وكندعوهم كذلك من هذا المنبر ان يحفظ لنا ملكنا جلالة الملك محمد السادس الذي هو يشرف شخصيا على هذه التتبعات ديال هذه الاعمال. واللي كذلك لا ننسى ان ندعو جميعا ونتطلع الى الخالق العالي ان يحفظ هذا البلد وشعبه وملكه وجميع المواطنين هذا البلد. والله يحفظ بلدنا وولادنا واحبابنا واهلنا. ولا انسى دائما ان ادعو جميع المواطنين ان يتتبعوا النصائح والتعليمات التي تعمل على حمايتنا جميعا. نحن كإدارة ديال وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، الإدارة مفتوحة وجه جميع المواطنين، وكنتمناو أن فقط اللي يتم الإغلاق ديالو هي الأماكن الأنشطة الثقافية، وكذلك الأماكن اللي فيها التجمعات التي تعرف تجمعات أو التي تعرف تجمعات كبيرة، وكذلك بعض الأماكن اللي كنشوفوا بأنها قد تساهم في نشر هذا الوباء اللي في الواقع يحز في نفسنا ويؤلمنا كثيرا، أننا بعض المواطنين ما كينتبهوش لبعض الحوايج اللي خصهم ينتبهوا لهم، وهو أنهم يتبعوا ديك التعليمات ديال اللجنة الطبية اللي هي غادي تساعدنا جميعا، وغادي تلعب دور كبير في حمايتنا وحماية البلد من هذا الوباء. والله يحفظنا، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. والله يحفظ جميع شعب هذا البلد يا رب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.